على بركة الله، نفتح الجلسة ملف رقم 15 26 دجنبر 2014، آخر ملف هذه السنة إن شاء الله. الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو المسمى والمدعو الحسن الدودي بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. الحسن الدودي، شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص الاتهام. أنا لا أدخل في أي قفص، أنا حر كالطير. أنت حر، ولكن كيقول لك الأخر مضخم وقيل ولا مبخر. أنت آخر ملف 2014، ما عرفناش كيفاش غتكون قضيتك. أنا حر. أنت حر. ما كندخلش في القفص. مرحبا، ولكن اللي كيقبل يجي عندنا القفص أو نجيو عنده باش ندخلوا للقفص السي الداودي. أنا اللي دخلتكم للقفص. تقريبا غنشوفوا، المهم ساعد المكانة وغنشوفوا شكون اللي دخل الآخر للقفص. كنتفقوا على اللاءات الثلاثة السي الداودي غنخبروك بها باش المسطرة تكون سليمة. اولا لا اللي رفض الجواب، ثانيا لا اللي طلب الشهود او الدفاع، وثالثا لا اللي لغه الخشب. متفقين ولا كاين شي اعتراض السيد الوزير؟ ما عندي اعتراض الا تتشرط عليا تقول لي غتمشي للنار، نقعد نقول لك نعم. ما كاينش النار في هذا الشيء هذا. ايوا لا، اذا حتى تعطيني اللي نشوف. واخا سيدي، قشابتك واسعه السيد الوزير ولا بين وبين؟ ما عندي قشابه يا. لا، خصك تختار لنا من الام للدوبل اكس ال، شنو تختار لنا على حساب القشابة؟ على حساب تلبس موية. كتلبس موية؟ تا ال ال. تا ال ال. بمعنى غادي نحذو راسنا في الاسئلة على كل حال في هاد النهار هذا. والمهم كيقول لك الضيف ما يتشرط ومول المكتب ما يفرط. هيك السيد الوزير، اقسم ان اقول الحق ولا شاء غير الحق. السيد الداودي، انا ما مجبر نقسم بالله نتحاسب على هذا الشيء غدا يوم القيامه. جدا يكمن السؤال باش نبدا نحب نقسم بالله. ياك ما نويت تروج انا، لان ديك الحاله ما تتقولش حاجه بالفرنسيه تيكون سي مونسونج بار اوميسيون. واحد الحاجه ما عطيتها لكش في الاسلام انك ما شهد شيء، وانا ماشي مجبر نعطيك كل شيء اللي في راسي. انا ما جايش في اطار الشهاده، لان اللي كتم الشهاده فهو اثم. اكيد. اذا انا حر نعطيك واحد الحاجه وما نعطيكش واحد اخر، ولكن إذن في اللي غتعطينا غيكون حقيقه. ولا لا، اظن انني الى معروف عندكم باللي كنكذب قولوها لي. الناس غادي يثير انتباههم ان الحسن الداودي ما بغاش يؤدي القسم في قفص الاتهام. لا يؤدي القسم، لان القسم خطير عند الله، وبالتالي ما كاين لاش ورط راسك من الاول. مع الله نورط مع بنات ماشي بس، ما كاين مع الله خطيره. اذا نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه ديال الضانين. الحسن الداودي بن خلا وبن موحى. الوالده ديالكم حدا بنت موحى. شحال في عمرك سيد داوزي؟ ايوا يلا 67 سنه. يلا 67 سنه. ما سخيتيش وقيلة؟ لا، ولي قال بابا باقي صغير ويكون قريب ليا نمشيو للغابة. لا، على ذكر 67 سنه، ولكن تبارك الله محافظ على الرشاقه ديالك، وما ما عندكش الشحمه ديال الناس اللي في 67 سنه. شنو السر يا سيد داودي في هذه القضيه هذه؟ والسر انا عرفت من الجبل. ومول الجبل ما تيمشي على رجليه ويجري، وداك الشيء ما عنده فين، بحال الجديد ديال الجبل ما فيهش الشمع. فين زادتي السيد داودي؟ زاد في مودي بني ملال. بني ملال، وفين ساكن حاليا؟ ساكن في الرباط. ساكن في الرباط. الحاله العائليه؟ متزوج وعندي جوج الاولاد. جوج وليدات. شنو سميت المدام؟ مدام سميتها الاسلامي هو سلمى. والسميه الاصليه؟ سولانج. فرنسيه؟ ايه. بزاف ديال الناس ودي اكيد كتسمعها، اسلامي مزوج فرنسيه. ايه. مغربه شي شويه ولا ما مألوفاش على الأقل بزاف؟ ما مألوفاش، ماشي غريبة. ما مألوفاش. الناس الفرنسيين اللي مزوجين بالمغربيات، المغاربة اللي مزوجين، هادشي إذا قضى الله قدر، هادشي اللي كتب الله. ممكن تعاود لنا كيفاش لقيتي السيدة ديالك؟ كيفاش تزوجتوا؟
شي قصة حب هذه بالفرنسية هذيك. لا قصة حب هذاك الوقت كل واحد في، انا راني تزوجت 75 سنة 75 وحسب شحال 75 انا تزوجت وانا طالب. وانت طالب؟ اييه ماشي تسنيت حتى توظفت. تزوجتي وانت طالب؟ ولدت وانا طالب. اها هذه جديدة. ايه وباش كنتي عايش السيد داودي؟ كيفاش كتصرف على راسك انا لا كنت عايش، انا كنت نخدم في فرنسا، كنت اغنى منين جيت للمغرب. بمعنى؟ لا كنت كنعطي دروس. اها كنت نقري ملي كان عندي الدواء في فرنسا، كانت الظروف سهله سهله جدا، وفي الصيف كتخدم. اها ما عندك ما كاين حتى مشكل. وبالتالي اختاريتي انك تزوج وتولد وانت باقي طالب. اييه ومن بعد غتدخل المغرب والسيده ديك غتجي معك. ما كانش صعوبه في الاندماج في مجتمع مغربي؟ لا ما كاين حتى صعوبه. تتقرا العربيه، تتقرا القران، تتقرا في امان الله. الحمد لله. الحمد لله، الله يكمل العشره ان شاء الله. سيد داودي قبل ما نمشيو للتعليم العالي، كيبان عليك انك هادئ وضحك دائما، ولكن ملي دخلتي للحكومه على ما يبدو رجعتي مع الصب بزاف. كترمضن في غير رمضان وبلا قياس. تنتمرضن مع اللي باغي ترمضن معايا. زعما اللي قلب عليك كيلقاك. وليتي قبيح شي شويه، ما معروفاش على السيد داودي، دايما بشوش ومبتسم. لا اللي ملي كنا في المعارضه كانت الامر سهل. تتوجد ملفات ديالك، تتجي وتتعرض داك المسائل ديالك وتتغوت عليها وغادي. منين انت كتمارس كاين اللي تيبغي يتزايد عليك وهو التاريخ ديالو مليء بالمصائب. التاريخ ديالو ماشي كفرد، كحزب، كسياسي. اذا هاد الناس شنو غدير معهم؟ غتكون ضعيف امامهم. انت على حق، تتبان على تتبان لك انت على حق. وهو على باطل وكيهز الصوت ديالو اكثر منك. ياك غدير زعما كتحس بحال شويه الحقره زعما. لا انا ولا النفاق والفساد تيغوت اكثر من الحق. ان النفاق والفساد يريد ان يعلو على الحق. يا مول الحق اللي كيدل على الاقل انه على حق، ما يخليش اللي واحد تينافق ولا تيفاز المؤسسه ديالو كانت فاسده ويبغي يبين للمجتمع انه هو اللي ولا على حق. وهذه تقلبات الايه. ولكن المفروض في وزير انه يكون ضابط اعصابه. ماله ضابط اعصابه؟ ضابط اعصابه. شفناك هذه المره، هذه شهور، فاش كتقول رئيس الفريق برلماني جلسي الارض ولا شدي الارض، كاين اللي قال السيد داودي هذا اسلوب لا يليق بوزير. وعلا جلسي الارض ماشي لغه عربيه؟ منين خرجتها من القاموس؟ لا واش تخاطبوا رئيس الفريق جلس تقولها للولاد تقولها تيقول لك با جلس لغه غير لائقه بالبرلمان في مؤسسه شرعيه. احنا عندنا في الجبل نعمس عاديه كل واحد تقول الانسان شد الارض ماشي مشكل. ما بلاش فيها قدح. لا بالنسبة عندنا شاف الشاعر ابن بيئته. كل واحد منين تيحكم عليك من الزاوية ديالو، هذا هو المشكل ديال واحد بغاك تكون بحاله. أسيدي أنا عندي في البلاد هكذا عادية، يقول لي شي واحد شد الأرض جلس مالك أسيدي داودي. ما تقلقش زعما أنا تقلقش عادية. شد الأرض ما يبقاش فيك الحال. لا شد الأرض مالك تجري بزاف، شد الأرض شوية سير بشويه. هذه غنستعملوها بعد حين هذه القضيه مزيانه. اذا القشابه ديالك راه غاده وكتوسع. لا ماشي تتوسع. انها منجوره عليا ماشي منجوره على الاخر. ماشي انا قشابتي غادي نجرى على الاخر، تنجرى على داك الشيء ديال الثقافه ديالي والحمولات ديالي. ما غاديش ندير بحال الاخر باش نعجب ابدا. ولكن استاذه ميلودا حازيب اللي سمعت هذا الكلام بقى فيها هي بنت البلاد عارفاش. هي بنت البلاد عارفه بلي في البلاد عندنا شي عادي زعما. ولكن بان تقلقتوا في المجلس والروينه وسكتي. لا ايوا لا نهضر هادي هادي هذاك الشيء التقلق عندنا عادي. داك التقلق هكذاك ان الا هز عليك واحد الصوت
وسكت بحال راه انت ضعيف. انت كتقول اللي جبدني لقاني غوتي غوت معاك. قلت نقولها لهم قال لي اللي جا عندي اللي جا رطب راه تنكون ارطب منه، اللي جا تيغوت غنغوت اكثر منه. صافي. واش السياسه بالغوات السي داودي؟ السياسه ماشي بالغوات، ولكن ذاك البادئ واظلم تنقولوا له اييه ايوا البادئ واظلم. عمري بديت انا بالغوات ما تنبداش، تندير رد فعل. جا معايا برد تنكون برد، جا تيغوت تنغوت. واش كيكون مقصود ولا كتفقد اعصابك؟ انا مقصود، انا مقصود ما يمكنش يغوت عليا شي واحد ونسلم. هذا مبدا ديالي زعما اللي ردوا الغوتاته بغوتاتين بمثلها. واخا في اطار شد الارض السيد داودي، بزاف ديال الناس كيقولوا ان الحسن الداودي ملي خدا القطاع ديال التعليم العالي الوزير شبعان هضره فقط، يطلق التصريحات من هاد الجهه ومن هاد الجهه، يخلق العداوات من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ولكن على مستوى الواقع وزير الى جينا نقطوا ليه غادي نعطيه واحد النقطه. ديك حسن خطاك، حسن صوتك، اتحدى شي واحد، اتحدى، اقول اتحدى. اها شي واحد يتحدى عاوتاني نقول قلت شي كلام وما كاينش، اتحدى تقول شي كلام هو ما كاينش بمعنى كيظلموك؟ لا فاش كيقولوا لك خلي السياسه. انا كنتفهم واحد باغي يكسب شويه الشعبيه ما تيعترف لكش بداك الشيء اللي درت. هذا هو المشكل. المصداقيه، المصداقيه ديال الكلام. حنا كنا تنغوتوا ولكن الكلام ديالنا كانت فيه مصداقيه. كاين الان تيغوت وما عندوش المصداقيه. السياسه ماشي بالغوات، غوت ولكن المحتوى ديال الغوات ديالك تكون عنده مصداقيه. حنا ما كناش تنبغسوا الحق الاخرين نقولوا لهم لا ما كاينش، تنقولوا هذا ما كافيش، هذا باش نقول نفي لواحد ما درت والو يجبدوا لي ناس في الكلام ديالي. كنت رئيس فريق يجبدوا لي الكلام ديالي ومستعد نعتذر لشي واحد الا بخست له حقه. هما ما كيقولولكش فقط غلطي فاش كنتي في المعارضه او بخستي الحق الناس، كيقول لك بان كثير الكلام والصياح كتغوت اكثر ما كتخدم. عطيوني الحاجه اللي قلت وما كايناش. نموذج السيد داودي، الناس فاش انتقدوك وقالوا لك بانك واتهمت بانك ساعدتي زميل ديالك في الحزب باش يتحول من الجامعه في طنجه الى جامعه في الرباط وخلقتي واحد التشنج كبير وسط الاساتذه، هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ قلت لهم، قلت لهم هذا هذا استاذ جامعي وبرلماني وجيتي يتشكى عليا. قلت لي دير لجنه تقص الحقائق، اللي جيت تقولها لي سير بعدا دير لجنه تقص الحقائق ياك وزير قبضتو. قلت لي انا الا كان هذا الشيء صحيح انا نستقل من الوزاره. نفهم بانك لا علاقه لك بانتقال ديال السي عبد الحالي حميد الدين من طنجة؟ لا علاقه لي بتاتا، واتحدى شي واحد يجيب لي ولو نص شعره ديال العلاقه. تتحدى واثق من نفسك بهذه الدرجه؟ ربما درتي داك الشيء في الاوف راه صعيبه عاوتاني ان يمكن يكون لا هذا الشيء غتشرحوه غادي يكونوا الاساتذه ديالك دارسه ما يسمعوه اكيد، والطلبه سمعوه اكيد، والمجتمع سمعوه. اتحدى اللي عنده دليل على ان اللي عنده الشعره ماشي دليل، الشعره ان الداودي دخل لصالح هذا او ذاك كيف ما كان. هادشي صعيب يتيقوها السي داودي. صاحبك في الحزب اتحدى، صاحبك في الحزب اتحدى، صاحبك في الحزب ولا خدام معك في الحزب، غادي يكون العلاقه الانسانيه والشخصيه والحزبيه والسياسيه والتاريخيه والمستقبليه وما تعاونوش زعما. ما عنديش صاحب فاش كون هاني. ما عندكش صاحب؟ ما عنديش صاحب في الخدمه. كاين القوانين بزاف على المثال يا سيد داودي عاوتاني. اتا حتى ها المديرين لا بلاتي ها الاداريين سير سقسي اللي بغيتو ما يقولكش سميتو. انا ما جبت شي ديالي. بمعنى دوك الناس كيكذبوا اللي قالوا السيد داودي هو من كان وراء التنقيل.
ممكن يقول غلط العواد ما نستعملوا كدبور ربما ما عطاو ما عطاهمش المعطيات ربما خلي الكلمه ديالها هذه فيها اما واحد كيكذب في اما كيقول اما عنده معطيات مغلوطه يعني في واحد المكان ما كاين شي واحد كيكذب للإساءة للسيد داود هذا الشيء اللي فهمت انا والله اعلم خلي الكلام دي انا تنقول لك انا ما نطلعش على الغيب واش عطاوه معطيات مغلوطه ولا لا ما يهمنيش انا اليوم تنقول لك اتحدى شي واحد يجيب شي حجه ولا اي حاجه ان الداودي دخل لصالح ماشي غير هذا لصالح فلان وفلان ما كاين شيء ومن بعد قالوا بان القانون تسطيل ابن ديال كاع باش يخدم في واحد المؤسسه بنكيه يلا تا هذيك دوبها هذا كذوب هذا مشى من هذيك المؤسسه صافي مشى هذا الناس حمقين هذه كان في المؤسسه مشى لجي هذا 4 سنين هو تما فيها ماشي بحال ماشي بحال دخل قبل ان يكون وزير قبل ومشى عفى عليه الله ودبر على حاجه احسن منها يلا تيجيب الخبرات قال لك لا دخل له باش يدخل انا ولدي مزوج ووالد وكاري في دار عنده دارو هادشي واك غدير وشوف انت كي غدير واش هذا كله ظلما للسيد داودي ام ان المسالك اللي كيجيبها ليك لانك لا. كتكلم بزاف هذا اللي كتب هذا اللي كتب شي واحد جاب له شي معطى هذا اللي كتب دروك واش مطالع على هادشي شي واحد جاب له شي معطى غلط يعني شي واحد يمكن بغى فيك الخدمه بغى الخدمه ولا في ولدي فيه ولا في ولدك ولا انا شنو قال لي شي واحد صديق ديالي قال لي هذا شي واحد تيتنافس مع ولدك في شي منصب باش يطلع وخاصو يهرسو ما عرفش بلي راه مشى ولكن مع ذلك تجي صعيبه السيد داودي نصدقوا ولا في الحاله ديالك ولا في حاله ديال وزراء اخرين انه نوصلوا للمثاليه ديال زعما ما توسطش لولدك ولا لواحد من العائله شي نهار شي حي جامعي شي واحد يعيط لك يقول لك عافاك بنتي خاصها او الا كان عندي جانب اجتماعي البارح جات عندي مرأة ما عندها رجل توفى عندها مسكين كونسير في الوجه كتستحق منحة ما كانوش عوطاوها لها بنتها جات دير ستاج هنا في الرباط ما لقات فين تحطها دخلتي ليها لا عيطت على مدير الحي الجامعي قلت لي ماشي في الحي الجامعي اللي عندي كي اشوف لي دار الطالب واش عندهم شي بليصه هو اللي اتصل بهم ماشي انا ماشي الداودي هو اللي اتصل قال لي راه عندهم بلاصه انا اللي جا عندي وكيستحق ندخل له في اطار القانون كندخل باك صاحبي ما عندكش لا واخا كانوا ابناء شي وزاره في الاحياء الجامعيه خرجتي ولادي عليهم ولادي هي لا مع كاينه في القانون كاينه لان هذا وعد مع المواطنين تيجيو الناس تيقولوا لي صحابي بغينا ندخلوا للخدمه كيسير الله يرحم والدين لدار داود في مودي واش ما تلقاش شحال من واحد عنده اجازه وعاطل ولي كنت ندخل لهذوك ديالي انا ما تندخلش الناس كيجيبوا لي بالعكس الشباب تيجيب لي لي سيفي ديالهم بعضهم كنعطي لي سيفي المقاولات اللي بغاوهم فقط خدام فاكتور معاهم وصافي هذاك طبيعتي هذيك اما باش تدخل شي واحد مباشره في الاداره ولا في هذا ولا ينتزع الحق ماشي ديالو ما يمكنش لا شيء. مثلا عندي تنمشي للدار عندي البلاد تنبقى ناس حاطين بعد الملفات هذا تيستحق التقاعد ما جاش ولا هذا لي زالوكاسيون فاميليال ما جاو شيء تنعطي السيرفيس ديالو تيرسلو تيكتبو لهذوك الجهات تتكتب ملا تيجاوبك مزيان ولا تيقول لك لا ما عندوش صافي هاد الامور كنديرها ولكن خارج القانون لا مالك مع الناس ديال شعبات الاداب السي الحسن الداودي بخصي حقهم وكتقول بانه معالة اللي كتقول هذا الكلام ولا يقال يشاع هذه تهمه موجهه اليك انا ناقل التهم وهذا قفص الاتهام هكذاك غير قلت فرخ بينك لا انا الناقل انا فاكتور دابا يقولون ما لا يفعلون تهمتك السيد داودي ومن ضمن تهم كثيره انك تعنطي في واحد الفئه من الشباب ديال المغرب كتقول اللي قاري الاداب عالة على المجتمع مش عيب السيد داودي نقولوا هذا الكلام على أطر
على كفاءات، على الناس اللي انت كتكونهم المفروض طلع قبل الادب نزل شكون قال عليك قبل لا تجي عندي. كنت تاكد لان منين تقال هذاك ذاك الكاسيت ذاك التسجيل حطيناه في لو سيت مع الكلام اللي قلت اييه باش ما اشنو قلت لهم في كنا في مع وزير التربيه الوطنيه ما غاديش نسرد النص الفكره ما يفيد ما يفيد ان فعلا جنينا على اولاد المغاربه بالنظام ديال التعليم وديال التربيه الوطنيه اللي لا يعقل البكالوريا ادبي تزاد ب 9% والبكالوري البكالوريا رياضيات نقص 2% لان وجهنا اولادنا في اتجاه ديال العلوم الانسانيه وكثرنا في العدد ديالهم ما كان صعيب تيولي على حنا اللي مسؤولين ماشي ماشي الطالب هو اللي مسؤول حنا هذاك هو هذاك التكوين اللي عطيناه ما يمكنش نكونوا ونقولوا علاش تكون تما ها يعني مسؤوليه ديال الدوله هادشي اللي قلت انه رديناهم على الاباء ديالهم لان ما كاينش شغل ما كاينش شي بلاد بين 50 و60% ديال الطلبه ديالو متكونين في العلوم الانسانيه وكليه الاداب ما كاينش لان خاصو يتوظف مع الدوله الا ما توظفش مع الدوله مسكين فين غادي يمشي ما عنده فين يمشي هذه خدمتك السيد داودي اه اذا ننتقد واش ما عندناش الحق ننتقدوا نفسنا لا وقلت قلت ذاك الوقت السي بالمختار تما خاصنا نراجعوا البرامج ديالنا خاصنا نعطيو قيمه اكبر للرياضيات من الابتدائي باش الطالب نعطيو التوجه العلمي ماشي ما خصناش الادبي خصنا نساب لا في العلمي لا في الرياضيات خصنا بعد النساب نشوفوا ما يجري من حولنا حنا سادين على روسنا وتنديروا التكوينات اللي في سوق الشغل تنعرفوا بلي هاد الناس مساكن جلهم غادي للبطاله ومستمرين واش هذا ماشي اجرام ولكن السيد داودي واخا نقولوا هذا اجرام على كل حال مسؤوليه ديال الدوله قائمه لكن اذا نغيروا شي حاجه خصنا نغيروها اذا طلبت التغيير انا السيد داودي الولايه الحكوميه ديالك بقى فيها عام واقيلا وشي شويه ولكن خدمتك كلها يمكن كلام كاين شي مشروع اصلاح كاين شي خدمه غتبان ولا السيد داودي جاي كيدير المعارضه وهو وزير الاصلاحات دارو اش دار ايوا ها انت ما في خبر قول لي انا لا انا ما في راسي والو كنشوف السيد داودي دائما كيدابز في البرلمان باقي كنتسنى الاصلاح التعليم العالي فين هو كيدابز لان تيدافع على داك الشيء دار وما الواحد اللي ما يدار باش غادي يدابز قول لنا شنو دار السيد داودي هكاك قول لي شنو دار انا غادي نرسلك اها بغيتك تمشي لواحد الجامعه اللي كانت المشاكل ديالها يعني اكبر مشاكل اللي كانت في الجامعه المغربيه سير الله يرحم والدين سير لاكادير الجامعه ديال بنو زهر اييه اييه مالها فين كانت هذه غير نموذج باش تشوف المجهودات اللي عملنا عدد الاساتذه مجهودات على اي مستوى كل المستويات اها عدد الاساتذه سيدي كان 600 الاستاذ منين جيت شحال ولا 900 شحال زدنا زدتي راه شي 50% تاريخ الجامعه كلها اها 3 سنين 50% مزيان عندي الجواب على هذا الشيء الكراسي طلبة يجيو ما تلقاو بلايص فهاد الدخول زايد 76% في جوان زايد 118% اي تاريخ الجامعه ومازال ما كملاتش كليه الطب في تاريخ الجامعه داكادير كلها فهاد ثلاثه السنوات ضاعفنا العدد المقاعد اكثر 118% انا غنجاوبك السيد داودي يلا سيدي هو هذا في اطار التدبير كيفاش في اطار التدبير الا كان عندنا جامعه مقاده نتو يلاه كتقول لي مقاده لا يعقل ما يلقاش طالب طالب ما يلقاش كرسي كي غدير كون عندك جامعه والطالب تيجي تيبقى جالس ما عنده حنا شفنا السيد داودي مشى لوجده واقيلا كيقلب في الروبينيات وكيقلب في لي طواليت ديال الحي الجامعي واش هذه هي المهمه ديال الوزير لا كاين اللي قال واش هذا وزير ولا طاشرون بلاتي مشيت باش نشوف الحي الجامعي لا ريسبسيون ديالو
وغتفهم في داكشي ديال طابلومبيت وداكشي السي دابتي بلي فهمني الله السي دابتي علاش ما نفهم انا عندي انا الروبينيات في الدار انا اللي كنصاوبهم راه ما يمكنش تلقى عندي روبينيت يقطر هادي جديده عاوتاني انا بريكولور معروف هو ما ديرناش البريكولاج في التعليم العالي السي داودي لا البريكولاج السي اللي ما تعرفش تخدم بيديك ما تعرفش تخدم براسك حتى هذا نظر ماشي نظر راس ولكن واش الدور ديال وزير التعليم وانتم كتعترفوا الحي الجامعي راه تابع ليه ما نشوفوش والبنايات ما نشوفهاش تشوف هادشي كله السي داودي ايه. هذا في حاله ما اذا كان عندنا منظومه تعليميه لا مشيت نزور الحي الجامعي جديد اش غدير غتبقى تشوف تشوفوا هكذا اش غتشوف يلا انت وزير مشيت زور الحي الجامعي غتشوف واش الخدمه مزيانه ولا في دارك الا تتبني دار غتمشي واش مزيانه ولا لا واش حاضيه هادشي الشرج واش مزيان الا تتبني دار انت هذيك بحال ديالي اكثر انا ما عندي دار حال بعدا ما عندي دار انت ما عندكش دار انا كاري عاوتاني كاري لا حول ولا قوه الا بالله الوزاره ديال الوقت كتبقاو فينا زعما الله يكون في عونكم ودعوا معنا الله يجيب لكم شي خدمه زوينه في الحكومه لا الحمد لله حنا قنعاني باللي عطانا الله تصنطلي الحمد لله انا الا تبني اللي تيبني دارو حط البناي عندك تشرج ما مقاد هذا حوج ومنين جي هذه ديال الدوله ما تشوفهاش راه الا ما ربيت الكبده ديالك على دي خاص تربي الكبده ديالك على ديال الناس اكثر ما تربي على ديالك الا باغي تكون توفي شي شويه من ديك الامانه اللي عطاوك الناس هذه امانه في عنق هذا كلام مزيان ما نقولوا شيء لا على كل حال ولكن ذكرتي لي الحاله ديال الجامعه ديال اكادير عدد الاساتذه الكراسه مزيان عاودتوا الصباغه ولا جدرتوا ولكن واش هذا هو الدور ديال وزير التعليم العالي في منظومه تعليميه كلشي كيقول هذا الشيء مفلس عندنا حتى نتكلم لك شنو الاشكاليات الكبيره ملي كتعاني من الجامعه بعدا كاين الاكتظاظ وكاين قله الاساتذه انا نقول لك المشكل الجامعه في المغرب هو انك تخرج ناس ما كيمشوش يخدموا لا بلا لا عندك انت غلط اها ايه كيخدموا الناس انت غلط لا انا غلط ما تقولش ما يخدموا لا الجامعه شنو الدور ديالها شنو هو الدور قول لنا السيد داودي هو تمد الاقتصاد الوطني بالاطر اللازمه مزيان انا ماشي الاقتصاد انت نمد الى الاقتصاد ما تيستوعبش ماشي الغلطه ديال وزير التعليم العالي بعدا انا خاصني الاطباء نكون المهندسين يكون كل التخصصات ماشي مسؤول على التشغيل خاصني الملائمه وخاصني نعرف شنو جاي ونكون فيه وتكون وخاص الجامعات تجر المجتمع نحو مجتمع المعرفه عباد الله راه حنا غالطين سويسرا كله قاري واش كلش خدام في الاداره انا خاصني الخادمه في البيت تكون قاريه أيه. راعي الغنم يكون قاري نفس طبيب راه تيداوي كلشي المجتمع خاصو قاري انا كرهت اللي ما قاريش تكون عنده الاجازه انا كرهت المغاربه كلهم تكون عندهم الاجازه فما فوق هذا غلط ديال الستينات والسبعينات ملي كنا تنقراو الخدمه موجوده يعني ما نقراوش باش نخدموا ماشي تتقرا ضروري باش تخدم في الاداره وعلى الاقل الخدمه ماشي ضروري بلاتي. في الاداره يو غير بلاتي مرحبا تفضل الوزير التعليم العالي ما مسؤولش على واش كاينه الخدمه ولا لا مسؤول واش كون الاطور واش العدد ديال الطلبه تيزداد واش الاساتذه كاينين واش البنايات كاينه واش علي حل شنو كيقراو الناس والمستوى اللي كيخرجوا به هكذاك مزيان هذه متفق معاك 100% هذه المهمه ديال وزير التعليم العالي ولكن الجامعه واش تقوم بالدور ديالها المانوط بها ما تقومش بها 100% اولا مع الاسف ورثنا واحد المنظومه لكل وزاره عندها المدارس ديالها تقريبا كانت تجبد الاطور ديالها للوزارات ديالها وتمد وحاطين ليها كليه الاداب كليه العلوم كليه الحقوق على الهامش الى احتاجينا شي شويه اييه ما كانش عندنا تصور ديال الجامعه اذا عطينا الاهتمام بهذه المدارس على حساب الاخرين مزيان وشنو دار السيد داودي دابا باش يقاد هذا الوضع هكذاك باش نقادو الان غادي نجمعوا جمعنا بعدا جوج الجامعات في الرباط جوج في الدار البيضاء ياك اها مدارس المهندسين الرباط
غادي يتجمعوا ويكون قطب تكنولوجي الحسن الثاني في الرباط. الدار البيضاء قطب تكنولوجي ديال مدارس المهندسين محمد السادس. ما كانش تنسيق بين هاد المدارس، ولاو عندنا بعض التخصصات فيهم البطاله. نعطيك مثلا انجينير ريزو، اييه ولاو فيه البطاله، لان ولات موضه كل شيء انجينير ريزو انجينير ريزو انجينير ريزو، وحنا وحنا محتاجين في حوايج اخرين. ما كانش تنسيق بين المدارس. هذا بدينا تنسيق، جمعنا المديرين دادو المديرين في الرباط باش يبدا التنسيق في اتجاه ديال القطب. هادشي ما تيتبناش بين عشيه وضحاها، خاصو وقت وخاصو تصور وخاصو استراتيجيه. لا تصور واستراتيجيه مقادين، عندنا القانون دروك، راه القانون 010 راه تيتناقش في المجلس الاعلى. قادين احنا شغالتنا، عطينا للمجلس الاعلى. الناس كينتظروا في 3 سنين تكون قديت كل شيء. اها اردوغان في تركيا شحال من عام دوان؟ هذه تقريبا ربما 13 سنه باش قاد تركيا. ما تتقادوش البلدان في عام وعامين. بلد اردوغان زعما. يا بلاتي يا غير بلاتي، باش نعطيو نماذج في الدول. عطيوني شي بلاد جات حكومه في 3 سنين قادت البلاد. كتعطي مؤشرات على الاقل. لا بلاتي المؤشرات، هاني جاي المؤشرات. اها المنح، الاهتمام بالطلبه. فكرتني بالمناح وغادي نقاطعك انا السي الداوي. نهار كنتي في البرلمان وقلتي بشرى لكم الجميع غادي ياخذ المنحه. سي الراجع اش قلت؟ قول لي عاوتاني فهمتي غلط. انت عاود قريت اش جبتو انتوما؟ اش جبتو في دوك اللي تيعوجوا الكلام؟ ما يمكنش كلام تخرجوا ويجيبوه كما كان، ياك مسجل، ياك في البرلمان مسجل. قلتي تعميم المنحه. لا لطالبيها، شفتوا لطالبيها. بشرى. لمستحقين. دوك اللي طلبوا مستحقين، لان في العملات كاين اللي حاط الطلب ديالو، كاين اللي ما حاطش الطلب ديالو كاع. انا ما تنعرفوش. قلت لهم هذوك اللي حاطين الطلبات ديالهم وافقت عليهم هذوك كلهم تنعطيهم. علاش؟ كنا تنوقفوا العام اللي فات في 2012 وقفنا تقريبا بعد العملات في 2800 درهم. 2013 2014 60,000 فما فوق، عمرها ما كانت في تاريخ المغرب. زدنا المنح 130%. قل لي شي وزاره، اعطيني شي وزاره تزاد فيها شي عنصر شي نقطه ب 130%. مع رئيس الحكومه قلنا التعليم ولاد الشعب خاصهم يقراو، الفقراء خاصنا نوسعوا الدائره ديال الناس اللي كيستافدوا من المنحه. عندي 270,000 طالب الان عنده منحه. 270,000 طالب عندي منحه، وعندي 680,000 طالب. كتحسب بزاف السي الداودي، واللي كيحسب بوحدو راه كيشيط ليه. ماشي تيشيط. انا راه وزاره الماليه كتخلص غتعطيكم الاعداد مليان، ماشي غير بوحديتي غنعطيك الارقام. الارقام راه عند وزاره الماليه. واش 3 سنين في الوزاره او 3 سنين ونص؟ بلاتي بلاتي. مني جيت اسيدي لقيت المنح 750 مليون درهم. صافي مليار و650 مليون هذا العام. مليار و650 مليون، شحال هذيك واش تزاد؟ الانجاز الوحيد سي الداوي. ماشي الانجاز، الاحياء الجامعيه. لقيت 35,000 سرير، 55,000 سرير، وغتضعف خلال هذه السنه تولي 62,000 سرير. وباك صاحبي موجوده في الاحياء الجامعيه ونادرا فين شي حد كيمشي حيت مستحق. حرام. قول لي وما كايناش هذه القضيه. حرام ولا اعطيني اعطيني. لا المعايير كاينه. اعطوني حاله وحده اللي المعايير ما تطبقاتش ناخذ القرار دروك. ما تقدرش تشوف شنو كل شيء كاين في الاحياء الجامعيه السيدة. والله علم. ما يمكنش نشوف. والله علم. انا تنقول ما فهمتنيش. تنقول لهم علاش انا في لو سيت ديال الوزاره تندير السميه ديال الطلبه الممنوحين والسميه ديال الطلبه اللي ساكنين في الاحياء الجامعيه، باش الشاب يقول لي عندك واحد خدا منحه راه غني، واحد سكن في الحي الجامعي وما يستحقوش. الشاب خاصو المجتمع المدني خاصو يتحرك معايا يعاونني انا. انا ما يمكنش. واللي ما ساكنش اصلا. نعم. واللي ما ساكنش في الحي الجامعي. غالب الله من 95 من 1995 ما تبنى حتى حي جامعي. شنو غندير؟ جيت لقيت العجز. انا قلت لك من 35 وصلت 55 وهي غتولي 62,000. حاسبني
عندي 270 ألف طالب وعندي 55 ألف سرير، شنو غدير؟ تبني الأحياء الجامعية سيدي. تنبنيو دروك. حنا تنبنيو مع الأسف. أو في طنجة واقف. بني ملال كان واقف. ستات واقف. تعطاو الشركات أسيدي، شاف في طنجة المقاولة شدت قربت الثمن ديال البناية ومازال ما جات 50% في المحاكم. شنو غدير؟ صفقة وحدة. تعرفها. ديال السمك وديال اللحم الاحياء الجامعيه صفقه واحده ربحنا فيها 50 مليون درهم بالنسبه للصفقات اللي كانت 50 مليون درهم عمرها كانت هذه هادشي كافي سيد الوزير ما فهمتنيش الشفافيه صنطلي هانت شنو عندي هذا عندك ورد ديال البلاستيك هذا ديال البلاستيك ايوا مالك على حالك انا مؤمن على هادشي ما تخسرش الفلوس الا الطوموبيل ديالي تتشوفها قدام قدام هذا ياك قدام الوزاره شنو هذيك شفت الرابكات الله يجعل البركه الله يجعل تنشكى لا هاك وتنازل على الصاله ليت السيد داودي بارك عليك ما نقدش الغالب الله عايش به عايش به انت غتخرج بنايه كتبنا من اقتصاد ديال هاد ديال الوزاره ماشي ديال الجامعات انا عندي 2% ديال الميزانيه ديال الجامعات وتنشيط حتى ل 40% ديال الميزانيه الان وزعنا على كل المؤسسات الجامعيه اللي بعيده بحال الرشيديه بحال الوارزازات بحال اسفي بحال تازا وغيره 100000 درهم للمكتبه كل وحده من الفلوس من داكشي اللي خاصني نسير به الوزاره ولكن السيد الوزير واش اكثر من 7 مليون ديال الدرهم من 20 مليون درهم اكثر من 7 مليون درهم شيط واش الدور ديال الوزير في قطاع حساس هو يشيط من هنا ومن هنا داكشي بحال شي مقاول صغير ولا طاشرون صغير ماشي مقاول لا هذا سيدي هذه تنمد الكليات بالكتب علاش بغيتي نكون مدبر مبدير مبدير ان المبدرين كانوا اخوان الشياطين اخوان الشياطين حاجه انا ما تنستقبلش كنستقبل وفود كنسافر للخارج ما ناقش ما تناكلش هنا التريتور ما يدخلش عندي الوزاره هادو ما داخلينش في المهام ديالي التريتور يسكن عندي لا فلوس كتضيع ومعروف التريتور كيضيع الفلوس السيد داودي بلاتي انا ما تنتكلم مع حتى واحد غير تصنتلي انا كنمشي كنسافر انا الا كان السفر قريب تنمشي في الايكونوميك مزيان اذا تندير داكشي اللي قديت عليه ما تنحملش نفسي ولا تنحرم نفسي من التعاون ولا جات وفود ما نوكلهاش ولا شي حاجه توكلها ولكن واكلينها ولكن تندير له ان بلا اون انتري اون ديسير غتجري لنا الضيوف تهلا الكرم المغربي فينا هو الكرم المغربي انا ملي نمشي عندهم انا ملي نمشي عندهم ما تيديروش اكثر اللي تيدير اللي تيدير لنا الكرم انا عارفهم اللي تيمشي تا هو تيدير مجهود كبير بالسيف تردلو الجميل اللي تي عنده داكشي الاوروبيين مزير انت تتزير كتزير معاه انت الاوروبيين تتقولوا دعمونا وتجي وتفرش له هالبسطيله ها شو هذا وتيقول لي يا كلب انا داير مع التقشف داير مع ولا عطاني الفلوس من بعد باش يصلح التعليم لا يقول والفلوس كتخسروا في البسطيله وفاه ما جاتش شيء ما يمكنش ماشي شعباويه هذا السيد داودي وانت معروف عليك شويه ديال الشعباويه مره تصور انا ود الشعب ما مانيش انت انت شي تصورات البصاره واقيله ولا جاك زيد لا ما دايرش لا البيصارة. انا عزيز عليا جالس في الزنقه مع الناس وداك انا عزيز لا هذيك ملي كنت برلماني كنت هذيك الناس جابوها شي صوره زعما حرام على دوك الناس هذه ما درتهاش دروك درتها ملي كنت برلماني وفين كنت غادي نصلي في المجزي في هذا المسجد اللي في اللي كان حدا مقر ديال التجديد لقيت عائله جايين من جهه الرشيده وعرفوني جلستي معاهم جايين عند حقوق الانسان تمايا عيطوا عليا واش غندير لقيت وليدات صغار جلست معاهم ونستهم تكلمت معاهم اللي درت راه درت على اي حال جلست معاهم شويه تكلمت معاهم بالشلحه لان تنتكلفوا اللغه ومن بعد مشيت بحالاتي صافي سوا هما اللي خداو معنا الصوره وداروا داك الشيء ما انا ما مسؤولش على داك الشيء عيب الا ديت معايا جورناليست نقول له صورني نخرج هذا ماشي من ثقافتي
وما تنتقلبش على الإشهار وما عندي ما ندير به. هذه أمور كلها ثانوية. أنا شحال من لقاء تندير ما كاين لا تلفزيون لا شي حاجة. خدام زعما في الصمت كاع، هذا تواضع منك السيد داوود. ماشي تواضع، ما تنطلب حتى حاجة. يا أي لا ما طلبت شي حاجة. ما طلبت حتى حاجة. وما تكونش وزير ذاك الساعة جلس في. أنا كلفت بهذ المؤسسة. على كلفت زعما. ونهار في البرلمان. قلت لي أنا تقريبا كملت خدمتي ممكن نمشي بحال هكا، قلتها في البرلمان. وما عندي حتى مشكل. يا قلتها في البرلمان. هذا الكلام ديال ما عندي حتى مشكل. أنا كيخلق لي مشكل. أنا كلفوني بمهمة خاصني نقوم بها. نهار ما تبقاش نمشي بحال هاني، أنا دائما تنسوق الطونوبيل ديالي باش منين نخرج نبقى مولف تنسوق. تنسوق الطونوبيل. تنسوق تنمشي تنتغدى في داري باش ما نولفش شي غدا آخر. مزيان. صافي السبت والحد تندي الكاسكيطة والجين والسبرديلة وتنطلع للجبل. صافي. الصلاة على النبي. صافي عادي. في إطار هاد التكليف بهاد المهمة. إيه. سيد داوود اش باغي يدير في هاد الوزارة؟ حيت أنا لحد الساعة مازال باغي نشوف اش باغي تصلح. خاصك تأهل إلى ما أهلت شي الجامعة تكون في المستوى اللي كانت تنافس مع الأوروبيين، ما عندنا مستقبل. وخاصك نجعلوا الجامعة بكراسة وب. هاني جاي. أنا نعطيك مثال. أها. ما بقاش الحمد لله، وهذا تن علي حال ماشي الوزير بوحديته. تغيير المناخ في الجامعة المغربية. الآن التدرج في السلاليم غادي يكون غير بالبحث العلمي. هذا إنجاز. ما تيقدروش المغاربة القيمة ديالو. البحث العلمي تأخرنا. هذا حنا عندنا البحث عن الشغل، البحث العلمي مازال ما كاينش. بلاتي أنا ماشي ما تجيش تحط لي السؤال اللي ما ديالي، لا ما عندك 7-8% ديال الاقتصاد، نمور الاقتصاد. إسبانيا شحال فيها العاطلين ديال حامل الشهادة ديال بين قل من 25 سنة. العطلة في إسبانيا ماشي العطلة في المغرب. 57% الله يهديك، 57% دروك بدات تقريبا 50% عاطلون وعندهم شهادات، لأن الاقتصاد ميت. البلاد ديالك حنا تنديروا إن شاء الله نتمنوا هاد 4.4 نفوتوها، ولكن ما كافياش حتى 5% غتنتج لك البطالة، لأن العدد الشباب اللي كيدخل السوق الشغل الحمد لله كبير. والنمو الاقتصاد المغربي ديك اش هي النمو الاقتصاد؟ ديك الخبزه ديال اللي تنتجوا المغاربه واش تات كبار ولا بقات هي والعدد السكان تيتزاد؟ شنو غادي طيب فاش تسالي الولايه ديالك شنو الامور اللي بغيتي تكون محققها؟ ما تخلي لا طراز ديالك في الوزاره. هو تاهيل الجامعه المغربيه على مستوى الجوده وعلى مستوى البحث العلمي، والحمد لله واش كان البحث العلمي بهذه الاهميه اللي كاين دروك. يا كرمينا 300 مليون درهم الان مع الوسابي 90 مليون جايه، 100 مليون مع الفلاحه، 20 مليون مع المياه والغابات، 30 مليون مع مناجم، 30 مليون مع مؤسسه لاله سلمى. هذه تقريبا 600 مليون درهم ومستعدون يزيدوا الفلوس للبحث العلمي. واش عمرها كانت؟ طيب شنو غادي دير فيما يتعلق بالمستوى ديال الخريجين؟ شنو دير فيما يتعلق بال فين عندي المستوى؟ المستوى ديالي في المستوى كاين في كليه الادب، كاين كليه العلوم، كاين كليه الحقوق. علاش؟ علاش طلبه؟ لان في الثقافه المغاربه ولدو لا ما كانش مهندس ولا طبيب هي ما قراش، وهذا غلطه كبيره. ونقول لهم راه بدات البطاله في المهندسين، لا انفورماتيك ريزو بدات فيه البطاله. اذا ثقافه مهندس ثقافه طبيب ايام زمان. الان الا عندك واحد اختصاصي محامي كبير ما تيربحش اكثر من طبيب. اكيد الا عندك واحد انثروبولوج سوسيولوج جيوغراف كبير ما يربحش اكثر. اكيد الا عندي سيدي في كليه العلوم في الكيمياء والفيزياء كبار ماشي مزيانين، كل تخصصات مزيانه. انا عندي علماء، خاصني علماء في الدراسات الاسلاميه. واش انا غادي نبقى نشوف المشرق؟ خاصني الدراسات الاسلاميه نمشي مول فيها 17 و18 في المعدات الرياضيات الاداب. خاصني نمشي مول 17 و18 لان المخير عنده بلاصتو في السوق مطلوب. المشكل اللي ما بقاش البلاصه في المدارس المهندسين ولا الطبيب هي اللي تيمشي ديال الكليات الاخرى. وهذا غلطه. خاصني غدا في كليه الاداب نلقى مول 17 و18 في الرياضيات، في كليه الحقوق في القانون وفي الشيمياء والفيزيك نلقى مول 17 و18. واش كتصور هذا ممكن هذه القضيه؟
كاينه في الدول اللي خاص الطلبه يوعاو الاباء يوعاو خاص الوزاره قلنا عمليه فرا نتوما ماشي من غير ما تقولها نتوما الصحافه اللي خاصكم تنشروا الثقافه الدور ديالكم ماشي انا قلناها 100000 مره الدور ديالنا هو نقولوا السيد داودي قال لهم بركه من الادب وباقي تتعاودها هذه جريمه يعاقب عليها القانون لان وضحت لك مصر الحاحا لا وليت انت اللي مصر انا قلت لك سير شوف الفيديو اللي قلت راه مسجله راه درناه في الانترنت وضحتي قلتي ماشي هذا هو القصد ديالك ولكن واش ما كانش ماشي قصدك القصد. ماشي داكشي اللي قلت اللي قال داكشي كذاب صافي ها كلمه كذاب قلتها يا الله صافي ملي قلتي كذاب غادي نتسمع داك اللي قال داك الكلام كذاب وكاين هاد التحريفات ديالك لا خلي التحريف الطموحات ديالك في 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 القطاع ديال التعليم العالي وفي الجامعه واش ممكن يكون في اطار المشروع ديال اصلاح التعليم ولا فاش غادي نصلحوا التعليم غنعاود هذا الشيء من الصفر واحد راه مشى يصلح التعليم قلت لك القانون صفر واحد مشى تيتناقش في المجلس الاعلى وغادي يجي هذه الحكومه يصلح التعليم الجانب البيداغوجي صلحنا هذا العام كليه الطب غادي تدخل لها سيستم اللي ندير الاصلاح العام الجاي تأهيل الجامعة المغربية خاص تكون معرفة الآن واش باقي عندنا في الجامعة إلا دوزت المواد وما جبتيش المعدل خاصك تعاود المواد كل شيء ديال السنة هادشي متجاوز كل مادة مستقلة ورحنت يديك أسيدي درتها لا صافي هادي صافي إذا حصلت على مادة العام الجاي ما تعاودهاش سير لحاجة أخرى لا هادي مستقلة هادي صافي راك ممتاز فيها لاش نقول لك عاودها تاني باش تجيب نقطة أقل زعما هادشي مات حنا في فرنسا في ملي في السبعينات هادشي كانوا مطبقينو عند كونيفي ربحتها طول حياتك صافي سير جيب أخرين الله يجعلك تبقى دوز غير ثلاثة ولا أربعة الآن شغلك سيد داودي فاش خرجتي بالتصريح نتمنى ما يكونش تحرف عاوتاني فاش جيتي قلتي صمود اللغة العربية لن يكون بسبب كونها لغة منتجة للعلم ولكن العربية ستبقى لأنها ترتبط بالقرآن فقط لو لم تكن مرتبطة بالقرآن لما كان لها مستقبل لأن اللغة التي تنتج العلم هي لغة المستقبل وزير إسلامي كيجي كيقول ما عندنا ما نديرو بالعربية خاصة نمشيو الإنجليزية هادشي اللي فهمت لا أولا هادو جابوا ويلو للمصلين اليوم ديما كيظلموك السيد داودي انت شوف لأن الخبر عندكم اللي كيتباع قال لك إلا راه كتعرف المثل إلا الكلب عض إنسان ماشي خبر ولكن إلا الإنسان عض كلب خبر خاصك تعطيه الحاجة باش تبيع مزيان الحاجة الحقيقة ما تتبعش مع الأسف تتقول شي حاجة معقولة ما تتبعش طيب وضح لي أشنو قلنا قلنا كاينة دراسة عالمية في المستقبل غتبقى من هنا 100 عام تتكلم خمسة اللغات في العالم هي اللي تبقى مهيمنة ما فيها لا فرنسية لا فيها لا ألمانية فيها الإنجليزية فيها الإنجليزية والشينوية والإسبانية والشيلوبي دراسة ما عدني جبتي انت عاوتاني هذا ماشي أنا بديت نحكي لهم حيدوا الدراسة كاينة دراسة وقطعوها كاينة الداودي دابا وجا الداودي تنقولوا هاش تتقول الدراسة أن هاد اللغات اللي غادي يبقاو المستقبل وقوة اللغة العربية هي أنها حاملة للقرآن الكريم ما يمكنش تقضي عليها لأن الإسلام غادي يبقى دونك محكوم عبر العالم تبقى ونزد هذا زد ها من عندك هذا زد هذا زد أن المستقبل ديال اللغات هي اللي عندها حملة للعلم وقلت وما جابوهاش أن اللغة العربية منين كانت هي لغة العلم البابا سيلفستر جوج اللي هو أول بابا حقيقي جا درس فاس في القراويين سنة 996 إلى سنة 1000 ومن هنا خذ الرياضيات للغرب ابن ميمون اللي كان يهودي الديانة وكان تيقري في القراويين كان تيقري بالعربية وتتمشي قلت لهم تتمشيوا للكنائس القديمة بريطانيا باقية مكتوبة بالعربية علاش اللي كانت لغة العلم هي العربية قلت لهم ما تكونش عندنا عقدة اليوم لأن لغة العلم اليوم هي الإنجليزية خاصة نفتح على الإنجليزية واش هذا فيه عيب ولا فيه ولا ما قلتش العربية ما تصلحش حيت حنا مولفين والمغاربة شوية كيبغيو شوية الفرنسية بحال صدمتيهم أنا تنصدم الناس
كتصدم الناس لان تتقول الحقيقه والحقيقه كتصدم الحقيقه كتصدم وكاين اللي قالوا خصنا نمشيو ندرسوا بالدارجه حنا كاع شنو رايك في الطرحه سي الدوتي وحريه التعبير مضمونه للجميع واش هاد الناس ما يعبروش على الاراء ديال الواحد لا عنده قناعه رايك في هذه الحريه ديال التعبير رايي هذا كلام ممكن لا يليق في الظروف الحاليه اللي وغادي نذكر بهذا الشيء ديال الامازيغيه نعاودها لان الدارجه اولا حنا هاد البلاد الفصحى الدارجه الامازيغيه المعياريه الدارجه خاص الولد يقرا بعض اللغات باش يفهم باش يتكلم هاد اللغات اللي تنتكلموا في المغرب دروك كاين الدارجه اللغه الامازيغيه المعماريه وكاين الدارجه ديال الامازيغيه أيه. خاصك انا عارف الدارجه الامازيغيه وما عارفش الامازيغيه المعماريه خاص عاوتاني تيقع عنده الدارجه بالعربيه وخاصو الفصحى العربيه هكذاك شي واحد غادي نفتح قوس عيط عليا من البلاد اها ملي كنا النقاش على الامازيغيه والحسن وانا راه تمازيغت ولاني خصها كلشي تقرا المدارس الامريكان في فرنسا مشهور التغرين وينها ما مين نساو لك القرود غنشرح لك شرح لي فهمت القرود ايه خلي اودي حنا بغينا الامازيغيه ولكن خاص كلشي يقراها حتى اللي تيقرا في المدارس الامريكيه يقراها اللي تيقرا في البعثات الفرنسيه يقراها الا قرينا غير بوحديتنا حنا ما نتكلموا مع القرده مع القرود خاص كلشي يقراها خاص كلشي يقراها دروك هذا اللي غادي نقرب العربيه بالامازيغ بالدارجه ما انا غادي نتكلمها مع راسي واش اللغه كنقراوها باش نتكلموها ولا باش نفهموا بها السيد داودي لا لان حامل العلم ما فهمتنيش باش نتكلم معاه في العلم فين هاد المراجع اللي كاينه في الدارجه علميا حتى العربيه ما كايناش شو الانجليزيه قال السيد داودي فهمتنيش واتسون تقوليش ما لم اقول تفضل السيد داودي المراجع العلميه كاينه باللغه الانجليزيه تسناي تجيك الترجمه كنا تنتسناو تجي الترجمه من فرنسا الفرنسا ما بقوش يترجموا مشاو للغه الانجليزيه يوم اللي جينا حنا ملي جينا العلم انا خاصني نمشي للغه الانجليزيه مباشره نمشي مباشره واضحه الفكره السيد داودي مبقاش بزاف ونعطيك تهمه اخرى السيد داودي يلا قعدت تهم كما قبلت الحكم برعنا شي تهمه اخرى اخطر عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر شكون وكاين اللي طالب مباشرة بالمحاكمة ديالك وهذه الدعوة جات من عند السي مصطفى المريزق من حزب الأصالة والمعاصرة والواقعة هي وفاة واحد طالب قاعدي في بسبب إضراب عن الطعام وهذا بعد أولا أنا ما غاديش نتكلم ندير شي كلام ونزيدك باش تكمل لك التهمة بكيتي نهار توفى واحد طالب محسوب عليكم سياسيا وما مشيتيش للجنازه ديال هذا الطالب فاش بلاتي اولا هذا الاستاذ الا تيفهم الا تيفهم شارغوشت انت توفى داك السيد كنت توفى والجامعه مسدوده ياك الا تيفهم الجامعه مسدوده ولا تيفهم هذا الطالب كان محكوم عليه غير اون ساسيون اي في الدخول للجامعه غادي يرجع اذا ما كانش عندنا مشكل ديالو في العطله كان غادي يولي طالب بحال الطلبه الاخرين اذا ما عنديش معاه مشكل انا بما ان في الدخول الجامعي عادي انا مسويه معاه الامور الاداريه مسويه واش هاد السيد مشى عنده ليش لو زيرو هذا في السجن انا مشي عنده للسجن ولا شنو فغوشت مشي اش غتقول له هو عارف بلي في سبتمبر غتجي الناس لاموك فاش توفى طالب بلاتي وثاني وخليني ثاني عاود عاوتاني نقص لي من الكوكالان ديال هاد الناس هاد الشيء اللي تنقول لك المزايدات والتحريف ديال الكلام راه الكلام ماشي بالغوات واش كاين مصداقيه في الكلام شارغوش وتش الجامعه وتيقول لك هو عارف بلي الجامعه مسدوده ولا علاقه للوزير بهذا الشيء طالب الحسناوي دروك انا ماشي غير الحسناوي انا الا حضرتني في شي جنازه وشت الناس تيبكيو غنبكي تانا نكون هاني عاطفي
بزاف دغيا تبكي دغيا لا حول ولا قوه الا بالله. اذا منين عطوني الكلمه جاني البكاء. هذاك الطالب انا كنعرفو لان ملي درت هذه شهور قبل كنت مشيت درت شي نشاط في مكناس هو اللي كاين تنظم هو اللي استقبلني وداك الشيء وشفت الاباء ديالو مساكن داك الشيء اثر فيا وبكيت ماشي وممكن نبكي لا ديني لشي بلاصه اللي فيها جنازه ويبكيو الناس حدايا غادي نبكي غنكون هاني ما تنقدرش نصبر الغالب الله هادشي اللي عطى الله هادشي اللي عطى الله. واضح السيد داودي. غنعطيك ثلاثه ديال الاسماء في ختام هذا المحضر غتكلم معهم مباشرة. ايوا المحضر باقي انت باقي ما اقتنعتش هذا اللي راه رحنا بريء بريء الى ان ثبت ما ثبت عندك والو. الاسم الاول غتكلم معاه مباشره حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال. مالو تكلم معاه قول لنا رايك فيه شي ميساج باغي توصلوا ليه. والضرب نتائينا انا ملي كنت فاس كنا تنضربوا ولكن غير تيفوت داكشي تنتسالموا تنضربوا سياسيا ولكن العلاقات الشخصيه مزيانه ما كتاثر شيء. لا ما عندها معنى تلاقاو كتضحكوا مع بعضياتكم ما كاينش تلاقاو دروك تنضحكوا تقول لك مبروك العيد تقول لي مبروك العيد مبروك العيد دائما هذا كلام خلاص. الاسم الثاني تكلموا شي شويه على السيد الاله بن كيران. ايوا السيد الاله بن كيران بعد موت السباهه الله يرحمه وما بعد الموت ديالو كنتمنى له ان شاء الله انه يتوفق في المهمه ديالو لان المداد والدعم اللي كان مع عند السباهه لا يعوض بالنسبه للسي عبد الاله. حنا فقدنا كلنا المغرب كله فقد السباهه كله فقد كل واحد خاصه الناس العداله التنميه والقياده كل واحد فقد في السي عبد الاله واحد راس مال كبير ولكن اللي فقدوا بزاف هو السي عبد الاله وضروري انه تبقى الاثار ديال غياب السباهه بجانب السي عبد الاله. هذا اكاد اجزم ان فعلا السي عبد الاله يبقى مأثر طول حياته بالسباهه. الاسم الثالث والاخير السي رشيد بن المختار وزير التربيه الوطنيه. ايوا السي رشيد اللي تولى هذه المهمه الله يكون له في العون لان اصعب مهمه في العالم كله هو التعليم. اصعب مهمه لانها مرتبطه بمستقبل البلاد وتكوين الاجيال في ظروف اللي الميزانيات ضعيفه الموارد البشريه قليله ومتطلبات المجتمع كبيره. فاتحنا على الانترنت على شفنا ما يجري من حولنا وما كرهش كل مواطن داكشي اللي كان عند الاخر يكون عندنا والعائله المغربيه لا اظن مرتبطه ارتباط كبير بالابن ديالها حتى وصل 25 عام 30 عام باقيين تيمولوه. هذا ارتباط الاسره بالابناء ديالهم الناس تنشوفوا تيديروا ولادهم في القطاع الخاص وما عنده فلوس ورغم ذلك تيضرب اي ان المواطن المغربي بغى الصحه بغى التعليم في الجوده وهادو والمجانيه عندكم تقيسوها عاوتاني بقاش لنا الوقت بزاف سي داوتي. لا المجانيه قلت لكم الا ما درتها غادي يديرها وزير. انا ما غاديش نديرها غادي يدير الوزير اللي جاي من ورايا بالسيف عليه. اش يدير؟ لان بالسيف يدير الاداء بالنسبه اللي عنده الفلوس. ما كنتش باغي نزيد معاك ولكن غنزيد معاك سؤال واش فعلا هددتي بالاستقاله حيت رفضوا لك هذه المساله السي الاله بن كيران رفض لك مساله ديال رفع المجانيه على ابناء الاثرياء. لا علاقه لها بهذه وما غاديش نقول فين هددت بالاستقاله. يعني صحيح هددتي بالاستقاله شي مره في شي مره ولكن ماشي في هذه. على اي حال قلت لك انا نمشي من غدا ولا بعد غدا ما عندي مشكل عندي دلوقتي. مهمه تكلفت بها نحاول نقادها ما امكن. قلت لكم ان فعلا السي المختار كيواجه اشكاليات صعبه اي وزير وخاصو الدعم اللازم وخاص الموارد اللازمه. الا ما عندناش الموارد اللازمه للتعليم وما عندناش الموارد اللازمه باش المواطن يداوى
لان كل واحد مريض راه كيعي العائله وغيره. هاد العام هاد جوج العناصر اكيد، ولكن جينا في ظروف صعبه، جينا في ظروف الازمه، والحمد لله ان رغم ذلك البلاد مستقره وغاديين وتنخرجوا من الازمه. حتى حدا شي واحد يجيب حتى ما كاين حتى تحديات يجيب لي شي بلاد ممكن توصل 5% حول البحر الابيض المتوسط بما فيه تركيا واوروبا. ياك فرنسا مسكينة تتقلب على 0.1% في واحد في الى حقو دروك هذا العام 1%. احنا مزيانين زعما الى نقطينا باللغه الجامعه شحال تعطي المغرب دابا؟ لا المغرب لا التطور التطور واخا وتيره التطور بالنسبه للاهداف ديالنا في ثلاثه السنوات شي بعض واحد الخطره بعد خطره كنبغي التحديات ما يشكر العروسه لا بلاتي آه لا انا كنبغي التحديات بالحساب بالحساب شي بعضين تيغوتوا قلت لهم اتحداكم خذوا ثلاثه السنوات ديالي ضد سته السنوات ديال اللي بغيتوا بالاصلاحات اللي دارت في الجامعه والتمويلات اللي تعطات ثلاثه يا قبيله قلت تكلمتي على جوج في واحد ثلاثه ضد سته صافي صافي. هل لديك اقوال اخرى لحسن الداودي باش نغلقوا المحضر؟ ايوا المحضر هو الثقه الى الجامعه الاساتذه والطلبه داروا الثقة في الوزارة غادي نمشيو بعيد. إذا الوزارة خاصة يكون عندها قول وفعل، داك الشيء اللي تتوعد به خاصة ديرو. إلا ما قداش ديرو تمشي بحالاتو. إلا الداودي ما قدش يدير داك الشيء باش وعد خاصو يمشي بحالاتو. تقدر تستقل؟ عندك الجرأة تستقل؟ فعلا ماشي تهدد وتلوح. لا نستقل إلا شفت شي حاجة ضرورية للجامعة وما دارش كون على يقين انني نقدم استقالتي. الا شتا ضروري للجامعه انا ما يمكنش ولا شي حاجه وعدت بها نديرها وما درتش ونكون على حق، لان ربما نوعد شي حاجه وانا على غلط. على غلط انا تنقول للاساتذه داكشي باش تنوعدهم درتهم. المشاكل العالقه الكبرى كلها غتحل، راه بدينا دروك باساج من ابيليتي البي اس هو تحل. كاين نقاش مع اصحاب الدكتوراه الفرنسيه وكان ليكسبسيونيل نهار حل هذه المشاكل الثلاثه. المشاكل الكبرى اقول الكبرى ديال الجامعه المغربيه بالنسبه للاساتذه، الا ما حليتش المشاكل الاساتذه وما حليتش المشكل ديال الاكتضاض وما دبرتش على التمويل ديال البحث العلمي ما صالحش. ما صالحش. واضح سي الداودي. نغلقوا المحضر والحكم للمستمعين. الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكون الاطر. شكرا لك. عندك تختار دوك بحال دوك اللي حكموا على دوك في امريكا على داك البوليسي، عندك تختار لو جوري. لا لا الحكم للمستمعين. شكرا لك سي الداودي. خلي الحريه للمجتمع. شكرا كريم نيتسي. رفعت الجلسه.